الاسم ديالي مقدم الرئيس سميرة محنين، مواليد 1985 من مدينة سالا. التحقت بالقوات المسلحة الملكية في عام 2005 بعد ما جرينا العديد من الإجراءات، كان بينها الحصول على شهادة مظلي، وهذه الشهادة خولتنا أن ندخل واحد تدريب من نوع خاص هو شهادة قافز حر متمرس. ومن بعد التحقت بالفريق الوطني العسكري. حب ديالي لهذا العمل والشغف ديالي كمظلية خلاني أنا نعطيه مزيان في هذا المجال ونمشي فيه مزيان كأي امرأة. وهذا المجال كان بالضبط حكر بزاف على الرجال، ولكن في الأواني الأخيرة كان كيتعطاو فيه بزاف ديال البنات، وانتم شفتوا على عينيكم. هادشي كله بفضل القوات المسلحة الملكية عامة واللواء الأول المشاة المظليين خاصة، اللي عاونونا بزاف ووفروا لنا واحد المحاكي القفز الحر راكم تتشوفوا فيه. عاونونا بزاف وخلانا خلى المتدربين كاملين يتعلموا في واحد المدة وجيزة ويحققوا أهداف عالمية. مقدم رئيس وفاء زغاري من مواليد سنة 1984 من مدينة مكناس. بعد ما حصلت على البكالوريا التحقت بالقوات المسلحة الملكية، وبحكم اختاريت هذا الميدان بحكم أنني أنتمي إلى أسرة عسكرية بالأصل. داكشي علاش كنت من الأول كنتسنى زعما هاد الفرصة تتاح ليا، والحمد لله ملي تاحت ليا كنت فرحانة بزاف بالالتحاق ديالي. دابا 15 عام ديال السيرفيس. هو ميدان معروف بالصعوبة ديالو بالخطورة ديالو، ولكن الاحترام لمراحل التدريب كلها وقوة الشجاعة والقوة الذهنية اللي كاينة عند كل امرأة، أكيد أنها تقدر تحتكر هذا الميدان وميادين أخرى أصعب. الحمد لله تمكن الفريق النسوي من الحصول على المرتبة الأولى في البطولة اللي أقيمت في الصين، البطولة العسكرية. الحمد لله كان هذا شرف وفخرة كبيرة لينا ولبلادنا. أكيد كانت فرحة لا توصف، يعني أنه تكون تبارزتي مع الدول اللي تبارك الله قوية وكانت سابقنا الميدان بالقوة ديالها وبالتقنيات ديالها. الحمد لله هذا ما صعبش علينا بالقوة احنا ديالنا والشجاعة ديالنا والتدريب المكتف. أكيد راه ما جاش من الفراغ، بعد تدريب شاق لمدة عام كله، والحمد لله عطى الأكل ديالو بتتويج هذه النتيجة. هذه هي كتبقى مسألة إرادة، وهذا ميدان الأغلبية تيشوف فيه بأنه ميدان صعيب وفيه الخوف، ولكن الخوف كاين، ولكن الحمد لله كنتعلموا السيطرة على الخوف ديالنا. هذا هو بواحد التركيز وقوة ذهنية وشجاعة كتعلم مع الوقت أنك تولي تسيطر على الخوف ماشي هو اللي كيسيطر عليك. والحمد لله هو ميدان تيقوي المرأة في الشخصية ديالها وفي الحياة ديالها، كتولي قادرة تواجه بزاف ديال الصعاب اللي كتواجهها في الحياة بحكم القوة الشخصية اللي تكونت عندها خلال ممارستها لهذه المهنة.